مطار البحرين الدولي يوفر خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، توفر لهم أقصى درجات الراحة خلال رحلتهم. عند قدومهم أو مغادرتهم من المطار، بدءا من مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، ومرورا عند نقاط إنزال الركاب، عند بوابات القادمين أو المغادرين. عند وصولهم بإمكانهم طلب مساعدة خاصة من موظف الخدمة، والذي سيتكفل بمساعدتهم من لحظة تسجيل وصولهم إلى حين ركوبهم الطائرة. تتوافر مناضد للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، صممت خصيصا لتتلائم مع متطلباتهم. كما تم تخصيص مناضد للهجرة والجوازات للمسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة في صالتي الوصول والمغادرة. ويمكنهم استخدام المصاعد الواسعة أو ممرات المشي الإلكترونية، مما يجعل رحلتهم في المطار انسيابية. توجد أيضاً دورات مياه خاصة بهم في جميع أنحاء المبنى تلبية لاحتياجاتهم. طوال فترة وجودهم في مطار البحرين الدولي، ستتوفر المساعدة من لحظة تسجيل الوصول حتى ركوب الطائرة. مضيفة بذلك لمسة إنسانية دافئة، وضامنة أن تكون تجربة كل مسافري مطار البحرين الدولي متساوية في راحة البال.